السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن توقعاتي لمباريات دوري ابطال اوروبا 2022، طبعا دور المجموعات لمباريات يوم الثلاث والاربع 25 اكتوبر 2022 و26 اكتوبر 2022. يلا بينا نشوف التوقعات كده والمباريات اللي هتتلعب يوم الثلاث والاربع. اول ماتش زي ما انتم شايفين سالزبورج هيلاعب تشيلسي. انا شايف الماتش ده هو تشيلسي هتكسب. سالزبورج برضو فريق جامد، بس تشيلسي دلوقتي مستواه قوي فيقدر انه يكسب في الماتش ده. الماتش اللي بعده إشبيلية وكوبنهاجن، انا شايف إشبيلية تقدر تكسب، إشبيلية احسن من كوبنهاجن. والماتشين دول تشيلسي، ماتش تشيلسي امام سالزبورج وماتش إشبيلية قصاد كوبنهاجن هيلعبوا الساعة 7:15 بتوقيت مصر. الماتش اللي بعده هيبقى دينامو زغرب قصاد اي سي ميلان. طبعا اي سي ميلان يعني اكيد هتكسب، اي سي ميلان ماشيه بمستوى كويس. سيلتك هتلاعب شختار، الماتش ده متوسط بس شختار احسن من سيلتك، شختار هي اللي هتكسب. لايبزيج وريال مدريد، المباراه هتتلعب في المانيا، فريال مدريد انا شايف تقدر تكسب. لايبزيج يعني ايه فريق قوي، بس ريال مدريد يعني ما بيفرقش معاه ارضه ولا مش ارضه، يعني بيلعب على سانتياغو برنابيو بيكسب، بره ارضه برضه بيكسب، فريال مدريد هتكسب المباراه. دورتموند قصاد مانشستر سيتي، طبعا هالاند هيلعب فريقه اللي كان فيه، فالماتش هيكون قوي جدا، بس اعتقد السيتي هي اللي هتقدر تكسب. السيتي الميزه عندهم انهم بيهتموا بكل الماتشات، ما بيلعبوش ماتش يريحوا فيه شويه والتاني يشدوا شويه، لا كله مستوى واحد، فالسيتي يقدر يكسب. وماتش باريس سان جيرمان طبعا هيبقى ماتش سهل وهيقدروا يكسبوا. بنفيكا ويوفنتوس، يعني بنفيكا هي ممكن هي اللي تكسب، بنفيكا انتوا هتستغربوا من رأيي بس بنفيكا هي اللي تكسب. يوفنتوس برضو في دوري ابطال اوروبا لسه ما ظبطتش نفسها، فهو بنفيكا انا شايف اقوى في دوري ابطال اوروبا ماشيه كويس، فبنفيكا تقدر تكسب. كده اتكلمت على التوقعات اللي هي بتاعت يوم الثلاث اللي هي 25 اكتوبر 2022. دلوقتي هنخش على ماتشات يوم الاربع 26 اكتوبر 2022. اول ماتش هيكون كلوب بروج امام بورتو. كلوب بروج هتكسب، كلوب بروج كان مفاجأة في دوري ابطال اوروبا وهيكمل على المفاجآت دي. الماتش ده هيكون الساعة 7:15، وماتش انتر ميلان برضه هيكون 7:15 قصاد فيكتوريا بيلزن. انتر ميلان وفيكتوريا بيلزن، انتر ميلان اكيد اكيد انتر ميلان هتكسب. نابولي ورينجرز، نابولي الموسم ده مستوى مختلف، يعني الدوري الايطالي دلوقتي نابولي المتصدر، دوري ابطال اوروبا نابولي ماشية كويس جدا، يعني غلبوا ليفربول فبالنسبة لهم رينجرز يعني ماتش سهل. اياكس وليفربول، ليفربول ممكن يكسب، ممكن، لان برضو مستوى ليفربول دلوقتي شوية يكون مستوى ليفربول كويس وشوية المستوى يعني يقل، فالواحد مش واثق في مستوى ليفربول برضو يكسب، مش عارف، بس ممكن برضو يكسب، بس فرق الاهداف هيكون بسيط، يعني ممكن 1-2. اياكس برضه كويسه بس في دوري ابطال اوروبا لسه ما قدموش اللي عندهم. اتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، الاتلتيكو المفروض يكسب علشان يعني وضعه في المجموعه بتاعته صعب، فالمفروض يكسب في الماتش ده، وانا اعتقد اتلتيكو مدريد مش هيسيبوا الماتش ده الا لما يكسبوه. القمه بقى ماتش برشلونه وباير ميونخ، الماتش ده يعني ماتش صعب، فانا اتوقع البايرن ممكن هي اللي تكسب. برضو بنحسبها على اساس التاريخ بتاعهم، يعني بايرن ميونخ انتوا فاكرين 8-2، فبايرن ميونخ معلمه على برشلونه، ايه خليها وشهم خريطه مصر. فالماتش انا اعتقد بايرن ميونخ ممكن في الدوري، بايرن ميونخ بتمشي شويه برضو، ايه ما بيقدموش فيه ماتشات بمستواهم قوي، وطبعا بايرن ميونخ بيكسبوا الدوري الالماني بس في ماتشات بيقع فيها شويه. وبرشلونة دلوقتي في الدوري الاسباني ماشيين كويس، بس بايرن ميونخ هم انا حاسس انهم ايه يعني الفريق بايرن ميونخ متخصص لبرشلونة، انهم يعني بايرن ميونخ يغلبوا برشلونة. وماتش توتنهام وسبورتنج لشبونة برضو ماتش انا شايف توتنهام ممكن يكسب، ممكن ليه؟ علشان ماتشات توتنهام اللي فاتت برضو ما كسبوش، يعني ما عملوش فوز،
قصاد نيوكاسل اتغلبوا، وقصاد مانشستر يونايتد اتغلبوا، فالماتش برضو هيكون صعب شوية لتوتنهام، بس اعتقد انهم هيكسبوا. اخر ماتش بقى انتراخت فرانكفورت الالماني قصاد مارسيليا. انا شايف انتراخت ممكن، بس مارسيليا لا، مارسيليا هي اللي تكسب. مارسيليا مستواها دلوقتي قوي، ويقدر فريق مارسيليا يكسب. وانتراخت فرانكفورت فريق كويس، بس مارسيليا ماشيين كويس دلوقتي في دوري ابطال اوروبا، في الدوري الفرنسي برضو ماشيين معقول يعني، فمارسيليا هي اللي ممكن تكسب في الماتش. كده اتكلمنا عن الماتشات اللي هتتلعب يوم الثلاث والاربع اللي هو 25 اكتوبر و26 اكتوبر 2022، ده طبعا في دور المجموعات، وفي فرق يعني هيتحدد انها تتأهل برضو من الماتشات اللي هتتلعب دي. في فرق اتأهلت رسميا واتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت، ففي فرق هتتحدد برضو تاني من الماتشات دي. دي كانت توقعاتي، بس اكتبوا انتوا برضو في التعليقات، اكتبوا توقعاتكم ايه، موافقين في التوقعات دي ولا في برضو كله يعني، هتلاقي في اللي موافقني وفي ليه رأي تاني ان في فرق برضو ممكن تكسب، كل واحد ليه وجهة نظر تانية، فاكتبوا في التعليقات، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.